العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الدعاة الصادقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لأعلاء كلمة الله غازين ومجاهدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. خدای تعالی قرآن دا د سورۃ تحریم دا آیت دا دا بحثا قصتا حضرت نوح و حضرت لوط کو پیره کے و ایمان نانی نا کافر بنا. خدای بے درب الله مثلا خدای مثال آنیه مسلکا للذین کفروا جبا انسان کافر را امرأة نوح، يعني بروج قيامته شق أقرباء كافرة مؤمن حبنجي اجترف خديبة منفعته نكرن بالنواناك منفعته واجوا شي نابي. خدي تعالى مثال آني بيرك حزرة نوح، هو مثل حزرة نوح نبي خدي رسول خدي بو وبيرك ويجي كافر بو إيمان ناني بو وامرأة لوط وبيرك حزرة لوط نابي بيرك حزرة نوح واعيليا نابي بيرك حزرة لوط واهيليا. كانتا تحت عبدين أبهرد بركها دبن حمايا دي عباد مدى من عبادنا صالحين دا عبد ما صالح بجمرة السلح خد تعالى دبي قنجبونا فخانتاهما رابونا خيانة لوان كرنا، يعني إيمان نانينا منافق دي كرنا نقو حاشا خيانتا بيسية وبنا متية. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا اب نانی یا روز قیامت تم منفعتا با هر دو بیرکا جوان زلام و پیغمبر چه نبویش طرف خدا و یعنی بو خدای تعالی و حق یا هر دو پیغمبر ان ما جهد بشن کرا اغناک تشتکی اغنا ناکن، یعنی پیغمبر خدای نجدائی وانج عذاب خدای تعالی عفو بکی خدای تعالی یا و رحمه و بکی و بی جنتی تم منفعتا کیونو اشترف خدای و گو خدای تعالی امر زبانی اد کی دیوانا کی بخنا اگردا مع الداخلین دگر و انسان کافر او گو چونا اگرش قوم وانا کی واجب و بخنا اگری جهنم. اذا امام زمخشری خدای تعالی جی راضی به تفسیر به آیت دا وها تفسير كشاف الدجي بمثل الله عز وجل حال الكفار بخدي تعالى مثال ان يجدرما حال كافر ارا في انهم يعاقبون على كفرهم واذ انسان كافر ويورنا عذاب دان لسر كفر اخوا وقت يقول كافر بن ويورنا عذاب دان وعداوتهم للمؤمنين ولسر وين نياتي انهم يعاقبون على كفرهم هذه مسألة ويانا مثال بكي كريا ببيجة أب وجه شبيه دفر دايتي أنهم يعاقبون أنهم يعاقبون على كفرهم بوي أب كافر ورنا عذاب دان سر كفر أخوة وعداوتهم للمؤمنين وين نيارتي أواج مؤمنا رقوهيا وين سر ورنا عذاب دان معاقبة مثلهم، يعني وكو عذاب دانا اي وكو وانج كافرة من غير ابقاء ولا محابه بيقو مثل زي بيجن بمينن لسر يعني دوام بكن لسر حالي فا ومثل بو خدي تعالى والذي عذاب دان ولا محابه، يعني بو خدي تعالى مثلا اجمي شي وان ببي عذاب ندي وان محابه طرف يعني سالتيكي من ابقاء يعني كوان يعني بلا تاخير بك وان بي عذاب بلا تشكي وشاتونه ولا محابات، يعني وكي كوش ما حد بك يعني سهلتي جوا تشك او ايش يعني اجمتنا يا اجمت ولا ينفعهم ومنفعتنا دي با كافرا مع عداوتهم لهم دقل نيارتيا واج مسلمان ارى ما كان بينهم وبينهم
سيدا عفوا انت محاباتي معنا ويتشدو اي يعني اجمد اجماع صوما محاباتي سيدا يعني كشي مكي كل وقت ولا يلغيكي شكر حتى كشكر تشكيوشا ناتنا ازولان محابات يعني جبونا مرواتي مرو چاوي خوشوانا بگره يعني طرف تطما تمام سياليتي چيبكر حتى چيكر بوه معنى طرف تطما طرف يعني مثلا مرو آلیکاري بگره تدي مرو دنالا ده خبر ده محابات يعني مرو ميلا ميلا وان بگره آبوه معنى يعني خداي تعالى محابات ناشي كيف كيبتي تشبكي جي الطرف اللي بيصير بالطرف معنى قولايلغيه نينا ابني تو الا دبل معنى قولايلغ دبر دتنا معنى قول محابات عين الكلمه محابات ابني معنى شيء معنى قولاي قولايتي نينا يعني مثلا ولا ينفعهم منفعه نادي وانجي مع عداوتهم له دقن يارتيا وناكج مسلمان لما كان بينهم وبينهم أو ما يكو هيد نقبنا كافرة ونقبنا مؤمن هذا من لحمة نسب ومسج نسبي وكو قوشتي وهيكا ياجي أو وصلتي سهرا يعني ومسب خزورانتي مربانتي بغلانتي وان هيا أفجي تمنفعتي نادي لأن عداوتهم لهم شنكو عداوتا واج مسلمان را وكفرهم بالله او انكار کرنا وا بو امر خدی او پیغمبر خدی انکار دکن و رسوله پیغمبر خدی انکار دکن قطع العلائق ابغلنتيا وا بو خدی هبدونا و ابغلنتيا بو مثلا مرفانتي بخزورانتي دکن هبدو بجنانتي و بدبره قطكي و بدل الوصول لا يعرفوا لا يعرفوا محاباتا تساهلا تسامحا تحيزا تقاب لبي سيدا أزلم كلمة محاباتي كلمة محاباتي كلمة محاباتي بمعنى تساهل نايا كلمة محاباتي بمعنى تساهل نينا أزلم محاباتي تاني ليخا محاباتي تاني ليخا محابات بمعنى طرف جرتنا بمعنى ميل كرنا آلي كارية يعني الكلمة نقول مقامة مثلا معنى بقلك معناته ها بل كبوي معنى جيتي مثلا قرى مقامي بر يدر تيتي تمام تي باش برا برا ولي هات شكينا هل تيتي اه وبت الوصولا وقو مثلا او كفر اواب خدا وبيخنبري خدا هم علاقة وانج دبره خدك وبدل وصوله وشتنا وهفدو وبقنا هفجي بغلانتيا وبهبرة جيبي ويجد خدك وجعلهم أبعد من الأجانب وان دقريني أن طرفي دور وأبعد أن دوري دور يعني أن دوري دور واناش هفدو دور وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا ولوكي او مؤمني بخفيفة قرن بغلانتيا وبحبرة هيا بخديتيا يبخز رمتيا او انسان كافر خفيفة قرن نبيا في خنبر بي من انبياء الله في خنبر خدا في حال امرأة نوح وكو حال الدرومة في لك حزتي نوح وامرأة نوح سيدا مسلا مسلا سيدا في حال امرأة نوح متعلقه بمسألة بك مسألة الله عز وجل حال فاري في أوها جت تمثيل بكري بكي بحال امرأة نوح وامرأة لوط كما لما نافقتا واختيقوا بهردو في لكها منافقتي كير وخانة الرسولين وخيانتا بهردو في خمرة ورسولا كرين لم يغن الرسولان عنهما منفعات الندى بهردو في خمرة جوارا بحق ما بينهما وبينهما بحق قلنابا ووادا هيا مثلا جيتشي من وصلة الزواج ومثلا زي بيجيم جنو ميري هبدوبون وإغناء ما يعني منفعتك يولو من عذاب الله بواج عذاب خدي كار بدي وناكي إغناء ما يعني بتيش كيزيز غني كيش من شينك بتيش منفعت شينك وواج عذاب خدي منفعتي بدي وانا كي اب خدي تياوان يا اب بغلان تياوان جنان في ميران تياوا دقل و اونا في النبي بون رسول جيبون ندايوا وقيل
لهما هاتيه قوتن جباب هردو بيركارا عند موتهما واختيه قومرنا ياشي او يوم القيامة اروجا قيامته تيقوتن جوارا ودخل النار مع سائر الداخلين دهن كارشينا كلمة كده بزابكم قد لي عند موتهما ادخل النار عند موتهما يعني قد لي ده معنى يأذكي وعذاب قبري وعذاب قبري حقه هي بل ودخل النار مع سائر الداخلين دي بكبنا آقردا دي قال باي قد كبنا آقردا الذين أويقوا لا وصلتا بينه وبين الأنبياء أويقوا تي خديتي بغلان دينا قبينا وان وبيخنبر عدتنا شاوا أو كبنا آقري جهنمي دا ودي تعالى أمري بهردو بيركي قوزلامي وبيخنبرن دبي واجب واره بخنا اغري جهنمي دا ياجي او مع داخلهما من اخوانكما يعني جواب راي واقو تخبنا جهنمي واجب واره بخنا دا واوكينا من قوم نوح وقوم لوط وقوم حزت نوح اقرباي بنا وقوم حزته اقرباي بنا وهمجي ومسي لحال المؤمنين خذ تعالى مثال آنيج درما مؤمنا في ان وصلت الكافرين لا تضرهم يعني بغلنتيا مسلمانا مؤمنا وكافرا رهبي زرر نادي مؤمنا ولا تنقص شيئا من ثوابهم وج مكافاتا واروجا قيامتج تشتكي ماسيه تشناكي وزلفاهم عند الله او نزيكونا وابال خدا ومسألة زي بجم خد تعالى الرحمة خلواتك والوادي الرحمة وادخي جنة دا ها اواوانات تكي ماسي ناكا جيدا خد تعالى مثالا نيجي تشي في حال امرأة فرعون مثلا بوزية دروما في لك فرعون ومنزلتها عند الله تعالى وجي ويناك الباخد تعالى بيشقى مثلا جي ويناك باللندا خد تعالى قدر قيمة دايدا مع كونها ذقل قو مثلا هبو أب في لك فرعون قو آسيا زوجة أعدى إلا يعني في لك النياري نياري خدا الناطق بالكلمة العظمى أو يقول خبر دايا بأن كلمة مظلوم قلتها أنا ربكم الأعلى ياجي قلتها ما علمت لكم من إله غيري ومثلا أب كلمة هناك وحاشا جي إنسان قلتها ربي وي مظلوم أزم وش غيري من بزعم يقول غيري متي إله جوارا نين أب كلمة هاجي قلتها أب كفراوي أب كتناوي تزرر النادي مثلا دياما آسيا ومؤمنة ومريم بنت عمران ومثال آنيجي بمثال مريم كتا عمران حال المؤمنين بحال امرأة فرعون وبحال مريم بنت عمران ومريم بنت عمران وفي لك مثلا مريم كتا عمران وما أوتيت أو ما يقوهات دائم جي مريم را من كرامات الدنيا والآخرة جغنجية الدنيا وآخرة وخد تعالى قنجي بيكربو والاستيفاء على نساء العالمين وخد تعالى نقاندبو لسر تمامي في لكا مثلا بجارت جنابا تبا مثلا قو زلامي وي قو خدي وي أقرباي وي يعني مع أن قومها كانوا كفارا قومي وي أقرباي وي مربي وي كافر بون دقل ويجي تزرراوان نادي دياما مريم قو أو المؤمن بون يعني كيز معنى يومي مرواتيا مرد مرد باشرا مرد خلاص ناكي وقتاك مرد نباش به وخرابيا مرد باش به خرابيا خرابا مرد مرد بن ولو كي ظلامي بجيبكي كو بيس عزيز ظلاركي نادا باشتياوي او خلاص به او درجة من وفي طي هذين التمثيلين ريتشا ظهر مثال هذا اف تعريض بام المؤمنين المذكورتين اف برآبيتنا مثلا بدي مؤمنا بحسوا سري سورتها هاتا كرن في اول سورتي يعني بخذ تعالى مثلا تعريض ما نقب يعني خبردانا وقفاليا يعني كرتيا يعني كنت بر حزتي عائشه وحزتي حفصه بر وان دادا بل بروار يا دولايلي يعني تابجوا بحسوا وما فرط من التظاهر على رسول الله او ما يقول شكيب ويجواناكي ومثل قاشي في خنبري خدي دركتنا
بما كريهه هو مظاهر كرنه بتشتكي قو پیغمبر جي عاجز بويا بو مسل شقار شلغات پیغمبر جي مظاهر كرنه يعني ياردما هز كرنه هوا لقال شي پیغمبر ده دو دستق دانا هفتو بونا آلی کار جبرا هو تحذير لهما واما نعبونك جهردك 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 على اغرز الوجه واشده لسر ان وجهه غليظ قادم ويش التدليل يعني تعزير بمعنى سيدنا بمعنى ويا سيدنا بمعنى وياريه وان وان ويارمشت يعني وان دترسينا وان هشتاردكا يعني عرفت بري اوفيتن اتبر اوفيت تعزير سيدا تعزير تعزير لو تعريض تعريض تعزير نينا يا تعريض قران ما تصير تعزير تشبارا مايو وتعزير من تعريض وتعزير لهما على اخذ كل هذين تمثيلين تعريض التعريض دون التعديد جوارا يعني تمكيد جوارا على اغلز وجه سرعا وجهه قال واشده ان جوارا كما لما في التمثيل جبوت مثال انين دهيا من ذكر الكفر بحث كفري هيا ونحوه في التغليظ وكو بينا كيجي في التغليظ اذا بوكوت لك مثلا ايرانا قالنا قوله تعالى بوخذ تعالى قلت مثلا سوره ال عمران قلت ومن كفر فان الله غني عن العالمين ايبو كافر ببي خذ تعالى زنجينا احتياجيا ويج عالمي تنا نمحتاج وايا جبوكو بحسا كفري هيا ام مثالانينك زحف جرانا زحف قادم وإشارة التمثيل أول لا بحث بيدك ذهب بيدك بيغمبر عليه الصلاة والسلام كل سر كفري بنا بيدك يتوانش بيغمبر على من فيعتنا دايوان بيدك كيشي أبا أن خراب مخلوق خدا أن شدة لي مخلوق خدا بيسا كفرعونا باشتيا وبيدك وباشتيا حدث مريم كو قومي ويجي كافر بونا تذي باشتيا ومان هر بيا خرابيا قومي وي وخرابيا ظلامي وي ظلالي نقل ازونا ابقى آيات لسر مانا هنا اريا دليل كو پیغمبر پیغمبر باش ارشان دنا مالي وإشارة إلى أن من حقهما وأب إشارته وحقه بهر دي مؤمنة يعني قوديا ما حفصة وعائشة أن تكونا في الإخلاص وبوبانا دخالص كنا في خبر دا والكمال فيها تام دا حقي ويدا ومكمل بانا كمثل هاتين والكمال فيها يا فيه سيدا إيه؟ والكمال فيه يا فيها فيه دا حقي في خبر دي إخلاص سيدا ننا سيدا يعني دي إخلاص أخدها كامل بني بإخلاص دل تجاه بغلانتيا في خبر ده تمام بانا كامل يعني كمال إنس كمثل هاتين المؤمنتين وكو بهرد في ذكي مؤمن ديا ما آسيا ومديا وأن لا تتكلا وقرأك وناخو نسبارتنا على أنهما زوجا رسول الله يعني بوانجا وتوكل واب بناتشي نبويا يعني بقى في خبر في ذكي في خبر خدانا كده مشبك نغمناكي فإن ذلك الفضل محقق فضيلتها لا ينفعهما ويعني في نكيف خمبر منفعات نادوا إلا مع كونهما مخلصتين إلا وقت أم في خمبر الصميمين خالص من في منفعات ديوا وقت نخالص من منفعات نادوا والتعريض بحفصة أرجح أبا قو بيجا مثلا قو يعني دولايلي يعني قو لسر ديا ما حفصة بآية حاتية وكرن حات دها بيتر حاتية ترجح كرن أن يا قو رشا قو زا حاتية قبول كرن أبا نعم أزوان يعني تعريض بر آلي حفصة دا بيترج آلي حضرت عائشة حضرت حفصة بذاتي إيه شاكي ده حتى تحس نبلش يعني قوتنا في خبر قو جرب قوتي على صلاة قوتي النبي جاء فشينا ويجي يجي مع عشرة قوتي بل شما لأن امرأة لوط شما دفردا أوجي عندها بيت أو كيف بنزلي ويا ولأن امرأة لوط كنت في ذلك حزت لوط أفشت عليه كما أفشت حفصته على رسول الله
ويجي مثلا شو كافر على مشرك على قوت قوايا ميباني مهاتنا قوهن يغطي ملايكة شونا مثلا أبتشتي هناك شكرك ليا. كما أرشد حفصة على رسول الله بيتشاوى ديا ما حفصة أب مثلا صري في خنبال شو يشكرك ليا. وأسرار التنزيلي صري قرآني ورموزه يعني إشارته ونا في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق أن تفاتن العالمي يعني أن تفاتن العالمي سيدا تفاتن العالم عالمي 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 بلي يعني سر قرآني وإشارته ونا في كل باب تمام بنيادة بالغة من اللطف يعني زهر بلغته وهي اللطف والخفاء البشر بالغة سيدا يعني أسرار القرآن حكمة القرآن وإشارة القرآن هر مسألة علم بلاغة فصاحة دا تجيجة نقطة كيوسا جلطف جيوسا إنجتياوي وخفيتياوي دقي حدا يدقو حدا كيوسا كوت إنجية عن تفطن العالمي جدشنجا عالمي ويذل عن تبصره وتفصله ويجد عالم الشمطة يعني أوقر كي قرآن دقيق إنجيك ذهن مر ناجيك يعني سر القرآن ورم إشارة بيناك جور قاسي أول داهي إنسان عالم وشعبي ويجبر شعبي ويجي في يعني في مناك تذكرنا صديقات أوي قاسي مش دبا يعني كي قرآن صار دقيقة يعني. فإن قلت ما فائدة قولهم من عبادنا بأجر قلت بيجي فائدة وخذ تعالى قلت إيش عبادة ما فائدة ويجي قلت تحت عبدين من عبادنا قلت تحت عبدين أخوية تانية ما قلت من عبادنا بل قلت بأزي بيجي لما كان مبنى التمثيل على وجه على وجه الصلاحي على وجود الصلاحي في الإنساني دبي وقتي قو أذكرنا مثالي لسر هبونا صلاح الإنسان دا كائن من كان كي تبي برب بي مثلا قو هبونا صلاحته مثال جبوية هاتي أباكرين وأنه وحده أفصل حد بخيا هو الذي يبلغ به الفوزة وبصلاحته إنسان دقه خلاصيه وينال ما عند الله ودقه ويجشته مكافاته قول باخده هيا بصلاحته دقه دا جبوه لويا إذا قد تعالى قلت قال عبدين من عبادنا صالحين إذا جمولوا بسا قلت عباد ما صالح إذا فذكر النبيين مشهورين بسا دبي خنبلي مشهور ومثل العالمين وهاتنا الناس كرن لأنهما عبدان وهرد عبد لم يكونا إلا كسائر عبادنا النين إلا وكبار عبادي لتر من غير تفاوت بينهما بيت بيشكونا ذنابا الله وعالمي دا وجوقوا فعبادي بينا وبينهم إلا بالصلاحي من النظا وعبادي بينا فكل إلا بالصلاحي وحده لم يكونا إلا كفار عباد من غير تفاوت إلا بتفاوت يا بالسلاح وحده بل إلا بصلاحات الثاني جبا عبادي دي فضيت فتل دينا أير المشكلة ونوى قوانا أب إظهارا وإبانة أشكرتك وبديتك ولأن عبدا من العباد ومثلا عبدك عبادة خدي لا يرجح عنده إلا بصلاحي لبا خدي ترجيحا ونايكر إلا بصلاحتي إلا قالك صالح به لا غير غير صلاحتي لبا خدي لا يقبل كرد يعني بمعصر بموقع وضمان وبتزيه وظلمه كذلك ما ذنا بل وأن ما سواه بجز غير خدي لبا إنسانا مما يرجح غير صلاحيته بل وأن ما سواه صلاحيته بل مما يرجح به الناس اشتبوا إنسان بالنقين ترجيح قبول دكان عند الناس ليس بسبب الرجحان عنده أبناء أبغوا إنسان قبول دكان وبيرازيد بن أبنى سبب وباي باشل باخدي يعني كل سبب ترجيحية وشخصية وبيزداداينية ويمازن حساب دكين ويآغا حساب دكين بك حساب دكين باشاك حساب دكين أبانا ما سببه
اتفاق سبب مصداقية جمع خدنا سبب مصداقية جمع خدنا صلاحية ازولام نفردا زمخشري ناقوزا ديسا معتزلتي بك لغوري اسفعم دكم بصا جمرات تفعم كن شما يعني من عبادنا صالحين نبي يعني عباد ميك صالحا يعني بعباد بعمل خو بونا صالح يعني پیغمبرتي لغوري وان پیغمبرتي اوج مرتبكي كو انسانا كسب كريا نكو وهبية خدا هبه كريا جوانا انا لغوري معتزلية دبن پیغمبر كسبت انا شكرا بپیغمبر شما يك نابه ازولام يعني دبردا اشارت بالو هبادكا يعني بكسبا خو بصلاحية خو وانا بونا عباد خدا نبو باشخات شتكيدنه يعني مثلا قولي أهل السنة بيخمبرتي نا تشتكي كسبية يعني وهبية خدا بده كيف بده يعني إنسان چه قابقه بده جب خوزه ببه بيخمبر نكاره أو كنكا أما قولي معتزلية يعني مقام بيخمبرتي نا وهبية كسبية ما قلت بل باحتزال داره ما قولي أوقا إشارة تأكيد بل احتزال داره اي تمام كلامك يعني جمره وصا وصا هونتك وانت قارن بنيرن يعني ومثلا الدنابة تشتخد بشارت جزديد كرن وإبطالهما الكفرة وذكي خدا دلي خدا كفر بشارت أخي أنا طوان أبويا منافقتي يعني دروبون نفاقهما يعني دروتيوان نفاق يعني قدر ديوان وهندريوان نيكو وتظاهريهما على رسوليني وبحرد الخاشبة في خمبرة دركتنا يعني مثلا يقول قاشي امريوان لقاشي بوتني ورابونا يعني فامرأة نوح بلك حزتي نوح والقاشي حزتي نوح دركتيا قالت لقومه انهم مجنون حاشا شويش قومي بيرا بوتيك واتيا اب حزتي نوح حاشا دينا اب دركتنا وابا وامرأة لوط وبلك حزتي لوطجي ومثلا دلت على ضفيانه وشو شكايب ضيفاني شقومي بيرا ضيفاني دي فاني بلي يعني قلت مثلا شوية قلت قومي وي كافرة قلت يبا ميباني مهنا ابناكي ابي دركة ملكة ابتنا مالا ومسكو هلاك قومي قلت دورا هو مربين بيوان عطن ولا يجوز ان يراد بالخيانة ام فضول حاشا ندرس لقو بخيانة ام بيجن فخوشة الزنايا لانه سميج اقتباعي شنكو اذ سوجي زنايا يعني طبيعتي انسان ده تشتي كرهه انسان شده براب مسلمان ده كافر ده فرقنا جم هركزي طبيعتي زنا طبيعتي تشتي اب نقيدة عند كل احد اب تشتكي يمنشا مثلا جم تمامي انسان هاد بهر كسي بخلاف الكفري هما كفر مثلا نولويا نتشتكي قو هركز جي عاجز به فان الكفارة شنكو إنساني كافر لا يستمحونه يعني بيب كفري قبيح نابين بل يستحسنونه بل كي هو كفر أخوة وشد بينا ويسمونها حقا ونابي ويدين الحق إذا شبوه يكي يعني مقصد بيش خيانته ونفجوره شنكو فجور يعني تشتكي كرحق وطبيعته هالكسيدة هما كفر لبا أهلي وي نكرها بل كي ويخشد بيني ويحق بيني وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله يقول عباس قد أجر دوار رزمي قلتيا ما بغت امرأة النبي قط قلتيا بيكا تل نبيا تبي خمبرا كسنك لا زنا نكرنا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وخذ تعالى مثال عني من أرى مثالا بيكا فرعون ديام آسيا إذ قالت وقت قو حزتي آسيا قوت ربي بني قو يا ربي چه بكا جمرا لي عندك يعني آبا بكا يا ربي جمرا لباقوا
بيتا في الجنة مالك دي جنتي دا ونجيني ومن خلاص بك من فرعون بجي فرعون يعني بو مثلا زي بجي زلامي منا وظلميتك وكافرة وعمله وجا عمله وكفري وظلمي يا ربي من خلاص بك ونجيني يا ربي من خلاص بك من القوم الظالمين جي قومي وي ظالم أو قومي وي قدريا وي ديا المجوان جي خلاص بك محافظة ما كسر يا ربي قوم ظالم خلاص كير كسر لي قوم ظالم بلي بلي اشتقوا دي من بلي وامرأة فرعون بلك فرعون كيبو آسيا بنت مزاحم آسيا كتا مزاحم بو وقيل هي عمة موسى عليه السلام وهاتي قوتنجي قوتيا ابنا امتك حزتي موسى عليه السلام يعني آمنت آسيا إيمان آني أخينا سمعت لتلقف عصا موسى الإفكا يعني وقت مثلا السحر بازي فرعون بالسحري مارشي كلنا وخدا أمري حزتي موسى كلي قلتي عصاي خبابجة وأو مار تفخوارنا يعني أو عصاي ويجي بيا مار بوقت أبسع كلي إيمان آنيا فعذبها فرعون فيشتي بو آسيا إيمان آنيا نرابويا فرعون أو داية إشكنجي داية عذاب عن أبي هريرة فداشي رازي بيقولتيا أن فرعون وتد امرأته بأربعة أوتاد بفرعون بشار سن دعردي دفتانا ودبي مثلا دياما آسيا بواسن قابا قري دايا واستقبل بها الشمس وربي بني بداية رطاضي روجي وأجعها على ظهرها ويسر بشتيجي دريش كدير ووضع رحن على صدرها فرقی آش دانی سسینگوینا یعنی جبر چید بی بو فرا آش او دستار بو چنا بی؟ اینا کبری آشی جی دستار مسترن سیدا اره اونا زخم ازن اونا انسان نگلک بود اونا زخم ازن اشکو ذاتی او یاشی به ازیتا مزن وی دایش کن وقیل امر بی ان تلقا علیها صخرة عظیمة ودي بمثل هاتي أمن كذي فرعون قو مثل بابجنا دينا سر دياما آسيا كبريا كي مظل إذا فدعت الله دياما آسيا دو عاش فدي كذي وفرقا بروحها وبلند بويا شوية حضورها خدا بالرحيقة إذا فدعت الله سينا فرقا خدا بلند كذي آسيا بروحها تدي روحها يعني بلند كذي يعني روحها بلند يعني روحها بجسم بيها إذا فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه مثلا أو كبير مظن دانينا سر جسدك يقول رح إذا تنه وعن الحسن حسن البصري خدا جرازي بيقوتيا فنجاه الله أكرم نجاتنا وده تعالى أو خلاص كليا بأن خلاص منك اصبحي قنش فرفعها إلى الجنة خدا تعالى ديا ما آسيا بلند كليا بلي بار جنتي يعني روح حيوي فهي تأكل نور دخيل وتشرب دبقيل وتتنعم فيها وبالنعمة خذي منفعته به يعني أكل وشرب تنعم روح با كرتش كنا تصور كنا ويخسب بدنا بتبرع كربا أو يخوى شيء مالي يا أنا يا ما لو أختي إنسان كمنا جنتي ده بنا عيني وقو بري إنساني بري أزولام بعض الشهيدة ده قرآن ده بجاء ده بي تدية ده بي ترزقون وأنتم لا تشعرون ونظام كتشوا خورون وخورنا وان شوا يا مالي كيفية تاوي غايبة أما أو روح مي روح بدن مي أو يعني كا ويا وايد مسألة شيء يا مالي وقيل لما يعني قالت رب اللي عندك بيتا في الجنة وقتها دياما آسيا أبدعاها كريا أريت بيتها في الجنة هاتية ديتن أو ما لاوي دي جنة دي يبنى ودهات آبا كرم يعني أو ما لاقو دخلية تعالى جنة دي قلت يا بيتك أو مثلا ما لاقو استخف تعالى بر رحدة تقوى فاني آبا وقيل إنه من ذرة وهن كان قوتينا ولا أب مالا ويش شيخ تركو ومثل معدنك
در در آقوت الماس در رو در ي در رو آقوت الماس بله. ابدیا ما آسیا بر روزی به تأثیر روزی و گرد بو اشکنجد دایدا. اذا فتزلها الملائكه ملائكه تجي سهجر رشيد كرم يعني بوجوجي كرماوي زرنين كتزل الملائكه ملائكه تو سيد يعني ملائكه خدام بروجاوي نتشك تهجر رجلي كتشي بين قلت ما معنى الجمع بين عندك وفي الجنه اللي اقرب تبيجي معنى جمع كرنا بويا بالباطن يا ربي ودي جنتها يعني بو هردو بخبرة قلت يعني هم باطه هم بلد طلبت القربة من رحمة الله يعني خصتنا نزيكونا بالرحمة خديبة والبعد من عذاب أعدائه وقدور ببيج عذاب نياري خديبة ثم بيّنت مكان القرب بقولها غير بليكير جي نزيكونا بالرحمة خديبة وأبا في الجنة ويا ربي في الجنة إذا جيك جمرابكي مالك الشيكي يا جي أو أرادت ارتفاع الدرجة دي في الجنة يا دي ما أصيا وستيا وخدي تعالى الجنة إذا مقامي وي بلنبكي درجي وي بلنبكي وأن تكون جنتها من الجنان التي هي أقرب إلى العرش أو جنتها وي هبي ببي جوان جنته التي هي أقرب إلى العرش أو أني زيك بالعرش بنا أو شيء أو كيان جنة وهي جنة المأوى وجنة المأوى ويا يخشى سدرته ما يخشى مزاغ البطر ومطار فعبرت عن القرب إلى العرش بقولها إذا تعبير كل وقوتنا نزبونا بالعرش با في قوتنا خد يا ما آسيا جنة العرش من فرعون وعمله يا ربي ونجيني من خلاص بك فرعون وعمله يعني من عمل فرعون جي عمل فرعون خوا يا جي أو من نفس فرعون الخبيثة وسلطانه الخشوم يا جي مش فرعون بخوا أو فرعون بيسي خبيث وأو مظناطية ويظلمي مجي خلاص بك وخصوصا من عمله وخاصة جي عمله هناك وهو الكفر وإنسان كي كافر وجنسان وحش ربي وما وعبادة الأصنام ومثل عبادته فتاتك والظلم وظلمتك والتعذيب بغير جرم يعني ملك قيداد كش دعوات كش قيداد لش يا قيداد ازولام وقتی تدخوینی ام پردنگی خوناکن تشتی مجبوری به بویجه سیده ها بله کرم که بله و نجینی من القوم الظالمین و یا ربیت من خلاص بکش قوم ظالم یعنی من القبطی کلیمش تمام اقربای فرعون قبطی هم و فیه دلیل و عدد الاستعاد حتی کسی که خرطی مسلمان نبیه سیده اما قطبه و قال رجل مومین من آلی فرعونه یک تمو ایمان ده از اونام دیده که جن الفلام سر القومی الفلام جنسی نه آوی ده افاده کرنا کرم که و فيه دلیل على ان الاستعاذة بالله دیده دلیل هایا گو انسان حفظا خو بکی بخدا والالتجاء اليه وقوخا حواليا خباب جبال خدابا ومسألة الخلاص منه وقوم بخوازي خلاصي خدي كم عند المحني الجم تاع ازيتا الجم اشكنجا الجم زحمتيه والنوازلي واختيقو بلا مسبب سردورن افتشنا من سير الصالحين مش حياته صالحنا يعني هذا حياته صالحة هذا شهنا أزيتنا اشتنجهنا بلاهنا مصبتنا وسنن الأنبياء والمرسلين وجدنية جاو خلاصية سؤال خلاصية يعني البيغمبر جميل يعني البيغمبر عليه الصلاة أن إيغو خديجوا حسكرية في خمبرن أن إيغو الزحف أزيت الزحمتي سخمتية بينجي في خمبرن قيل إيغو قيل قباغليوانو حتى
اوام خوشي اشتجاي و استعاذي و خلاصي قصتنا جبنا فافتح بيني وبينهم قلت يا ربي تبكى نابا موان فتحا فكرنا كولو ونجيني ومن معي من المؤمنين ومسألة من خلاصك وإيقو مرة نجيج مؤمنة مواجه خلاصك يعني مقصد بيت دليكي فرجك خيري نابا موان دباكي وأم جميع زيتا وان بشكنجا وان زحمتيا بوتينا سليمة مخلاص ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يا ربي ما نقرينا فتناج قوم الظالم را ومسألة امتحان بكن ازيتي بدنا ما ونجينا برحمتك يا ربي ما خلاصك برحمة من القوم الكافرين قومي كافر جملتي كافر ومريم ابنة عمران التي سيدنا ابو عيب تاني ما يبرب قدنا آيات كي تاني ما يرسولة برب قدنا يمال دجاج تنين وجوارا مش نعم نعم تشكينا بقى آيات كي تاني ما يبرا قدينا بقدينا هي سورة خلاص بي مالي. ومريم ابنة عمران التي وخذ تعالى مثال عني بمثال مريم كتش عمران أو مريم أحسنت فرجها مثلا عورتي إخوة محافظة كده مش خرابية فنفخنا فيه وخذ تعالى بمبواسطة جب أمر يعني مبواسطة أمر جبرائيل كير وكفكي مثلا عورتي بي من روحينا جروحي مك وجبرائيل يعني بو أورا بي هري كفكي عورتي دي أما مريم وصدقت نفخنا فيه سيدا نفخنا من روحنا يعني بواسطة الروح بواسطة الروح وجبرائيل عليه السلام وصدقت وتصديق كربو دي أما مريم بكلمات ربها كلمة خديه ومثل صحوفه بوش كتب بخمبرها راهاتبون وكتوبه وكتبه مزروق وإنجيله وخدي تعالى دابون شياندبون وكانت تبو أم مريم من القانتين جواء إنساني بوش خديه رموطيعبون يعني بيا أمري خديه تكرم فيه في الفرج يعني عورتي ديام مريم وقرأ ابن مسعود فيها بضمير مؤنستيه كما قرئ في سورة الأنبياء بشوى سورة الأنبياء دشي بس فيها هاتي قوله والضمير للجملة أما ضمير غير راجبان جملة تبيبة وقد مر لي في هذا الضمير يعني فيها كما قرئ في سورة الأنبياء فيها هاتي قوله فيها مريم والضمير للجملة بلي عجلنك ما لعب كريم عجلنك دميرة فيها يعني كنت تمام مريم رأيناك يعني صالجة أو جيبة درعيوية وياخد فلانيوية نينة يعني دبدن أوي دارك تفكر وقد مر لي في هذا ظرف كلامه لقوني هكذا دميرة في هذا مثلا بالسورة مثلا سورة الأنبياد مثلا من سنة خبر دايش تغالي من دون درباس بيه ومن بدعة التفاصيل جبان تفسيري وبدعاية تيدا قلتنا وتي أن الفرج هو جيب الدرعي وتي فرجية وتي بنيكات درعه ياجي أو شخكرنا مثلا كراس هيا يقول بيشيا يولوك الشخكري وتي أبدر وما أنا أحسنته يعني بناته جبريل وجبريل عليه السلام أوكي أحسنت فرجها أحسنته منعته بلي. جبريل يعني منعه وش جبريل كبير أنا يعني مثلا يعني منعه وجيت إني أعوذ بك إن كنت تقيا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا بني عفوا سيدا فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا او روح وبي حس جبرائيل قوم اري وصا سيدا ما لو ايش تجو صدري نفخنا فيه يعني ببي في فرجها الحقيقي وعلى هذا فلا حاجة الى التاويل من روحنا يعني
أي من روح خلقناه بلا تواصل. ماني؟ بلا تواصل يا أصلي. وهو روح عيسى عليه السلام. ماني يا زلام؟ والمراد إحياء عيسى عليه السلام منها جمريم وتقدير ونفخنا الروح في عيسى منها. أي أحييناه منها. نكو أو روح دويدر ده بمعنى جبرائيل. سيدا الرحى جهدا في شناية بردان. ها؟ في شي وزاروك شهد بي في شي رخ كبير. يو شوار شو بتشكي بي رح تنه تنه. بريد قطن رح كبير رح. شو ده اوكي بخداش سبرمي بخداش رح يو. بي رح نينه نينه. يعني بني وين بني بني رن. بني بني. فوين. أري تنه في شي. أنا يدل على إحياء مريم والمراد إحياء عيسى عليه السلام ها. منها ها. والتقدير من روحنا يأتيه من روحنا يعني كنا في خلق روح المد مريم ده يعني مريم صعب حلوك مقصد يصعبونا مريم منه صعبونا عيسى تندري مريم أنا. يعني ونفخنا الروح في عيسى منها أي أحييناه منها. تمام. ما شاخر جمريم يعني جمريم ما بيصاب. من. إجاب برا هلا سيد برا بركي بقى هندك أوكي. وأنه إنما في التمثيل بين التي لها زوج والتي لا زوج لها. ومثلا خذ تعالى جمع كذب مثالانين إذا نقبينا ويبي لك غميري وهي ويبي لك غميري ونين جنبية. اف تسليه للارامري اف تسليه بيركيج نبيرا وتطييبا لانفسهن وجوب النفس واقف مشبي وصدقت يعني قرئ بالتشديد وبالتخفيف صدقت وصدقت هردو كاجي هاتي خندن ان يعد على انها جعلت الكلمات والكتب صادقه يعني او كلمه خدي قراندنا وكتاب تصديقه وقبول كليا يعني وصفتها هي تشتي كلمه يبو خشينا بو دبيكي بين التي لا زوج واصيه والتي لا زوج لها كل مريم تسليه للارام لما شي مريم ارامي لنا كي قيز بيه بس مثلا دبي قيز وجنبي يعني يقول ميري وهي يقول ميري تنا يعني أرامي أنت بيجي عمومي ولا لا بمير أويش بمير تبع يعني تبي قيز بيا يعني حزتي مريم يعني حزتي مريم قيز بيا بس أنا بحصل جنر والله رك إيش نبي يعني هاد يا بهبر آنية يعني معنوي يعني بقى خديت هادو أو كمان يك نوصل فينا يعني قول ما تشي نبي ما تشي او بمير با تشي بمير با اما بتشي مير با وتشي بمير با ازران بتشي مير با وتشي بمير با بلي كرم كرم تشي مير تشي بمير تمام على انها جعلت الكلمات والكتب صادقة وخذيت مثلا جراند كلمة هي ابا مريم وكتاب خذيت صادق يعني وصفتها بالصدق والصواد ايغو راسل وهو معنى التصديقي الصدق جي معناه تصديق بعيني بخيا يعني وصدق صاب التصديق تصديق الصدق جي بلي تصديق لا هو وصاب التصديق بعيني بلي تصديق بعيني بخيا فإن قلت فما كلمات الله وكتبه يعني أجر بيجي كلمة خدي وكتاب خدي شنا صدق هذه كلمات كلمة خدي وكتاب خدي بلي بأذيب بهم درست أن يراد بكلماته كلمة فدي صحف التي أنزلها على إدريس وغيره على ناشيان دنا لسر حزة إدريس وغير مناكش في خبره كفر كلمة لقصرها جبوب كردن وكتبه الكتب الأربعة ومثلا تصديقها كتابة كي مقتش كتابة يعني هرشا كتابة مظن ومثلا دي بجن ثورات وإنجيل وزبور وقرآن
وأن يراد جميع ما كلم الله به ملائكته وغيره. ومثلا كذب ومختفي تمام ما كلم الله به ملائكته. تشتبه خذ تعالى ملائكته خذ دا يشتغلاندن وغيرهم وغيري وان دا يشتغلاندن ملائكته وغيرهم موجود. وجميع ما كتبه في اللوح وغيره وتمام تشتيقوا هاتين بساندل ده لوح المحفوظ ده وغيره بيده يعني كتب أو وقرية بكلمة الله وكتابه مفهد دي شكلين جي هاتي خندل أي بعيسى يعني كلمة بو مثلا حضرت عيسى وبالكتاب المنزل عليه وهو الإنجيل أو كتابة مقديشة الشرية بكلمة الله هذه الكلمة ببيت شيء ببيت بيبات شيء وكلمته ألقاها إلى مريم فإن قلت لما قيل من القانتين على التسكير بأدر قلت بيجي قانتين كما مذكر كيانيا يعني مريم قانتين حقيقي مريم قانتات بلي يعني مريم في ذاك وقانتين مثل مذكر كيانيا قلت لأن القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين قنوت وصفة جو شاملت إيه مثلا إطاعته بكيش قديرة جهر بقبيلة تشزلال تشفيرة إذا فغلي بعد ذكوره على إناسه مثلا خدت على تغليب زلامتي كريا لسر فيرة تفرده يعني زلامة ومن التبعين جبوك برزلامة إلى كندك نجال ما هو تقنت من ومن التبعيد من دول من القانتين ومن المعنى بعضيته ويجوز أن يكون لابتداء الغاية درسة وأم من جبو ابتداء يعني دس بيكرنا كوصوناوي خلاصية صنجاوي هيا على أنها ولدت من القانتين ومثلا زي بيجم مريم ولديا وجوايق وإطاعتها خديكريا جاولفا لأنها بل شما من أعقاب هارون إج مثلا جتورني إج مثلا نسلة حزت هارون وهارون جي أخي موسى صلوات الله عليه ما بالتالي كنت مع موسى جيت شوفوا ها ملي ملي يا مريم مريم بلش يا مريم آسيا متى موسى يا نجو مريم ها جو آسيا متى موسى يا نجو آسيا جو صلوا وعن النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير يخمر صلى الله عليه وسلم قلت الزلام يقوله كامل زحفا أما ولم يكن من النساء إلا أربع في ذلك يقول كان حد كمال تمكنه مين إلا شار في ذلك آسيته بنت مزاحم امرأة فرعون ديما آسيا ومريم بنت عمران ومريم كشع عمران حضرت مريم وخديجة بنت خويلد وديا مؤمنة خديجة كتا خويلد وفاطمة بنت محمد وفاطمة كتا حضرت محمد عليه السلام أما شغانا أنا أبداري من حضرت فاطمة يا سيدة ليه؟ قولوا ايه؟ شغانا بل أري أن يا ج من ملك سيدوى أبدالت لحضرت فاطمة سيدي في عمال دي بضعة المين سيدي ملا خالد بيجا كريم وفضل عائشة على النساء إذا دي فضيلتها دي ما عايشة لسر تمامي في لك كفضل الثريد على سائر الطعام وكو أهضون بفضيلتها وشخة سرفا خوارني دي هيا وفضيلتها دي ما عايشة لسر تمامي في لك وأما ما روي أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يقول هاتي الروايتين قد دي ما عايشة فرسيش بخمر عليه الصلاة والسلام قد كيف سمى الله المسلمة وخذ تعالى يا مسلمان نبي قوتي تعالي مريم يعني نبي مريم هاتي قوتي أما ولم يسمى الكافرة ومثلا في ذلك حزتي نوح وحزتي لوط نبي وانا قوتي فقال بغدا لهن قوتي مثلا جبو قو كافرة عفوذي عاجزة جبو له بحثة وانا فيها بغدا لها جبو عاجزبونا جبو في ذلك قوتي كفرية قالت وما اسمها يا ما عايشة قلت لها نابي وان تشيها قالت اسمه امرأة نوح واعلا واسمه امرأة لوط واهلا
وتين هذي وان أبا إذا فحديث أثر الصنعة عليه ظاهر بين أثر وأما ما روية وأما ما روية فحديث أثر الصنعة عليه ظاهر بين تمام ومسألة فاسيرة يعني صنعتك يعني أثر الصنعة يعني أثر موضوعية يعني حديث موضوع صحيح حديث موضوع ولقد سمى الله تعالى جماعة من الكفار بأسمائه قد تعالى نادي قلقاش كافرة بنادي واغوتيا وكنها وكنيا واغوتيا ولو كانت التسمية للحب أقر قوتنا ناوش بو حسكرني بي وتركها للبغض مثلا قلنا قوتنا ناوش بو خديشي عاجزة لسمى آسية ونبي آسية بقوتا أبا نبي آسية نادي قوتا وتي امرأة فرعون بلي وقد قرن بينها وبين مريم مثلا وحنبري برانبري كريا نقبينا ديما آسيا وحزت مريم نابي مريم هاتي قوتن ونابي ديما آسيا نقوتي هاتي قوتن هردوشي بهبرا هاتنا قوتن في التمثيل للمؤمنين مثال آنين دا اجتمام من منارا وأبا مثال آنين أقوان هكا منارا جمك نابينا آسيا ونابينا مريم ونابي آسيا سكرنا كريا قوتن امرأة وأبى الله وخذ تعالى عز وجل منعك نبوتي إلا أن يجعل للمصنوع أمارة تنمو عليه يعني بخذ تعالى بقر إني مصنوعي دا يعني أما أز يعني ما جو أبحديث مصنوعة أبحديث موضوعة إجا خذ تعالى منع دبا إلا علامتك جبنا في في مصنوعي را في تشتكو يعني في حديث موضوع را خدايت على علامتك تشتكا يعني تشتكو درما با إلا علامتي ودرمتي برا هنا أظلام كنت تدهي تشتاب بيجي أز بينا وخذ دماء واخ واخ أبا الله سيدا نو بيش بيش نا دوام كيف قدينا نو وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم وأسلم من ذلك شغاليا في خمبار دهم حكم ترى دهم تسليم ترى جبي حديثها موضوع ومسألة زي بجنب بديتك هو نغاسك مانا الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحة وديقوا سورة التحريم هي سورتها بخرني قال تعالى توبك نصوح قد بيه بديدا يا ربي توبك نصوح نصيب محاضرة سلم آمين